مجهود كبير جدا جدا من الدكتوره شيرين نبيل الحقيقه، يعني القائمين على المؤتمر الدكتوره مها موافي والدكتوره انجي مجدي والدكتوره هبه عمر، عملوا مجهود كبير جدا في جمع هذه الكوكبه العظيمه ونوعيه المحاضرات. الحقيقه انجاز عظيم يكتب. احنا مش هنقول بقى ان احنا عملنا ضوء في اخر النفق، لا، احنا انرنا النفق بكل العلم وبكل الحاجات الصحيحة. والمحاضرات الحقيقة فيها مجهود كبير وعظيمة جدا جدا، ولها كلينيكال ابليكيشن افري داي في عياداتكم ان شاء الله، ونستفيد كلنا من اللي سمعناه النهارده.